نجم انجل مقدم، برحب بيك النهارده في الدوره الثانيه من المهرجان. حضرت الدوره الاولى طبعا، اصرارك على حضور الدوره الثانيه برضه؟ انا ببساطة جدا من الدورة الاولى، ومهرجان معمول كده للسينما المصرية، واحنا محتاجين دعم للسينما، مش دعم يعني، محتاجين كده كلنا نبقى مع السينما المصرية ونبقى موجودين في اي حاجة ليها علاقة بيها، فمن هنا كان لازم احضر. طبعا حقق نجاح كبير جدا في حكاية بنات الجزئين، الجزء الثاني، وتحضر الجزء الثالث طبعا دلوقتي. لا، اتعمل خلاص، هيتعرض بعد الثاني على طول، احنا صورنا الاثنين وربع، الثاني والثالث. تكلمينا عن هذه التجربة. لا، تجربة ممتعة طبعا جدا، كانت لطيفة، والحمد لله الفيدباك عليها حلو، محققة نجاح كويس قوي. طبعا عايزينك برضه تكلمينا النهارده مهرجان سينمائي، انجي مش موجوده في السينما، بقى مختفيه. لا لسه، قول يا رب ان شاء الله قريب. مفيش حاجه ان شاء الله.